هلا نجاح مؤسسة أبل ما له سبب واحد، في عدة أسباب. أول سبب كبير وأساسي هو هن عندهم سلسلة لوجستية ليكون عندهم شركة بحجم أبل تقدر كل سنة بآخر السنة في جهاز جديد آيفون بحوالي العالم يكون موجود، يقدروا لوجستيا يحسنوا فيه كل سنة. هيدا بياخد وقت وخبرة وقدرة كتير كبيرة يلي مؤسسة أبل فوق ال10 سنين عم تشتغل على يكون عند مؤسسات وتقنيات ولوجستيا يقدروا هن بكل سنة يكون عندهم جهاز جديد على عدد هائل. هيدا سبب. سبب تاني هو التسويق الكبير اللي بتعمله أبل بكل هيدي البلدان، بتسويق صغير وتسويق كبير للناس بتضلها بتشوف شو في أفضل وشو في أحسن يلي عليه. والموضوع الثالث كمان يلي كمان بالريبورتاج يلي حضرتكم تفضلتوا فيه، الشخص اللي بيكون شغال على ابل او على اندرويد او على غيره بيكون مرتاح، صوره عليه، الرسائل عليه، لما يجي جهاز جديد بيفضل يضل بنفس الخط بنفس العينه ليكون ليقدر يتحسن من جهاز لجهاز بلا ما يخف، ليخفف كمان مشاكل لما ينقل من جهاز للاخر. والسبب الرابع والاخير هو أبل عم تطلع لقدام من زمان، يعني شافوا في بالهند في مجال يكبروا كتير ويكون عندهم يعني قسم كبير من السوق اشتغلوا عليه على سنين طويلة، بالصين كمان، فبيفكروا كتير لقدام وين في عدد أشخاص كبير وفيهم ينضموا لعائلة أبل بيركزوا عليه على فترة طويلة. نعم، هل بالفعل أصبحت المنافسة حكرا على أبل وسامسونج فقط، وهل هذا في صالح المستهلكين؟ هلا حيضل في شقين، في شق ابل وشق مش ابل، اذا بدك حيكون في دائما لقدام هول الشقين اكيد يعني حيكون فيهم اكثر شيء منافسه يلي فيهم. بالشق مش ابل يعني سامسونج عم تلعب دور كثير كثير كبير بهذا الموضوع لانه تسويقيا هن كثير عم يكونوا واضحين ومناح وموجودين بكثير بلدان صغيره وكبيره، وكمان المنتجات اللي عندهم منتجات رخيصه صغيره وعندهم منتجات كثير يعني مكلفة وتقنيتها جذابة أكثر، فعندهم يعني الشخص اللي حابب يشتري عم يقدر يشتري من مؤسس سامسونج. وعندك كمان غير ناس عم بتنافس مثل هواوي وأوبو وغيرها عم ينافسوا بالشق اللي هو منه أبل، بس هو حيضل في شقين، شق أبل وشق مش أبل. هل سيطرة أبل وسامسونج يعني كيف رح يكون تأثيرها على حجم الاستثمارات والاستثمارات في مجال التكنولوجيا بهذا القطاع بالتحديد؟ هلا عم يكون في استثمارات كثير كبيره من كل المؤسسات بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تبع الذكاء الاصطناعي، لانه الذكاء الاصطناعي اليوم فرصه كثير كبيره. كيف كان اول ما كان الايفون موجود بال 2007، كيف اول ما كان الانترنت موجوده باول التسعينات، فهلا الذكاء الاصطناعي عم بيلعب دور كثير كبير. من شان هيك بتلاقي مؤسسه سامسونج مؤسسه ابل وغيرها عم يشتغلوا هلا يكون في عندهم نقله نوعيه بالخدمات، وعم يكون القسم منيح من الاستثمار اللي عم يعملوه بالاشخاص والمعدات والتكنولوجيا عم بيكون ليكون في تقنيات جديده للمستخدم عن طريق الجهاز بفضل الذكاء الاصطناعي. هذه السيطرة أيضا بالنسبة لأبل وسامسونج فقط على يعني سيطرة كبيرة على سوق الهواتف، كيف راح تنعكس أيضا على الاستثمار بالنسبة للشركات التي تنتج التطبيقات التي تستعملها هذه الهواتف؟ هلا المؤسسات اللي عم تنتج التطبيقات دائما بيركزوا على الابل والاندرويد، يعني هول الاثنين عم تقدر تفتح لهم تقريبا يعني قسم منيح من الناس، يعني تقريبا كل العالم عم تقدر تكون بهذا الشقين. والتكنولوجيا تبع الابل غير تكنولوجيا الابل كتطبيقات، بس في كمان شبه يلي عليهم، فالمؤسسات اللي عم تستثمر بتطبيقاتها عم بتحسن الاثنين، لانه ما فيهم بس يتكلوا على ابل وكمان يعني اندرويد ما يطلعوا فيه، ما فيهم بس كمان يطلعوا باندرويد وكمان يكون في اهمال لابل، فهن مضطرين ليشتغلوا تطبيقات لهالنوعين الاجهزه الابل والاندرويد. يعني بتعتقد ان ربما الشركات الثانيه ايضا ممكن ان تاخذ حصه من السوق في ظل هذه الهيمنه بالنسبه لشركات ابل وايضا سامسونج؟ هلا الكبار هن مثل ما تفضلتي ابل وسامسونج، بس بضل في محل كثير لمؤسسات ثانيه، عندك هواوي، عندك اوبو، عندك كل واحد عم يقدر ياخذ قسم من السوق حسب قديش عم يكون عم يقدر يكون في عنده تسويق اكبر.
وعم يقدر يحسن تقنيته اكثر، وباي بلدان عم يقدر يلعب دور اكبر من غير البلاد يعني. بس السوق واضح مثل ما هو هلا، بس ما في الواحد يوقف يعني. لا في ابل تقول انا مرتاحه خلص خليني اترك، سامسونج ما فيها تعمل هيك، ولا هواوي، لانه مثل ما بتعرفي انت التكنولوجيا عم تتحسن والاشخاص بيغيروا. يعني انا بيهمني هذا الجهاز اذا مره اثنين ثلاثه يعني ما عم يناسبني خلص بنقل على جهاز ثاني. فهذه كلها ما في ولا مؤسسه انها ترتاح مثل ما صار بمؤسسه نوكيا ومؤسسه بلاك بيري وكثير غيرها.